رمضان موسم سنوي إيماني يمر علينا، كما أن هذا اليوم وهو يوم الجمعة موسم أسبوعي إيماني، كما أن الصلوات الخمس مواسم إيمانية يومية. لما يتزود العبد منها خيرا وطاعة حتى يصل إلى الجنة. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث الوارد عند مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.